وزير التجارة والصناعة فهد مطلق الشريعان قام بجولة تفقدية على عدد من المصانع في منطقة صبحان وتحديدا مصانع المواد الغذائية. اليوم احنا مرينا على 3 مصانع عريقة بالكويت، امريكانا وكي دي دي والخزان. هذه الثلاث يعني خليني اقول منارات في انتاج الصناعة الغذائي في الكويت وسلسلة الامن الغذائي. ما انا شيء يعني وسام على صدرنا ان نكون في مثل هذه المصانع العريقة اللي صارت بدأت شركات صغيرة جدا وإرث تاريخي قديم، الآن هي شركات مساهمة وشركات إن شاء الله تنطلق إلى أعلى من إقليمية وإن شاء الله عالمية. حقيقة مهمين جدا الآن بمثل هذه الأوقات، نجدهم فعلا مضحين في كثير من الأمور رغم الغلاء العالمي اللي حصل، رغم الشحن، رغم كل شيء منضبط الآن. حتى يعني إحنا من أزمة كوفيد 19 إلى الآن اليوم نجد الأسعار حتى الآن بمثل هذه الأمور، وفيها مواد تموينية كثيرة من 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 بمنافذ بيع التموين مثل هذه الشركات اللي تعتبر أقل من السوق ب 20%. وأشاد الوزير بالدور الحيوي الذي تلعبه المصانع في الأمن الغذائي ودورها الفعال خاصة في وقت الأزمات مع التزامها بالأسعار للمستهلك. فهذه الشركات الأمانة مساهمة بشكل فعال، نتمنى استمرارها، نتمنى الدعم لهذا. لهم طلبات معينة وطلبات مشروعة حقيقة ومتطلبات مهمة جدا عشان ننهض بهذا القطاع المهم جدا اللي يعتبر من الأمن الغذائي المهم بالكويت. وحقيقة احنا اليوم التقينا مع أصحاب الشركات، مع المهندسين، مع القطاع الموظفين الموجود في توطين للعمالة الكويتية، في مهندسين، في مخبريين، في كل شيء، نجدهم متعاونين معنا. أتمنى لهم التوفيق، نجب نوفر لهم ونحسن لهم البيئة حتى يصلون إلى العالمية بإذن الله. وأكد الوزير الشريعان حرص الوزارة على توفير الدعم اللامحدود للمصانع المحلية وتدليل العقبات التي تواجهها لتكون شريكا استراتيجيا لتحقيق الأمن الغذائي والحفاظ على مستوياته. فايز البطي، تلفزيون دولة الكويت.